اسمي خديجة، فعمري 17 عام، زيت 2001. معيشة ديالي على قد الحال، أنا أصلا على قد الحال، والدي تما على قد الحال، غاديين على قد الحال، فهمتي؟ ما كنطلبو حتى واحد، ما كنمشيو على شي واحد نسعيو، وما كن حتى واحد ما كندسرو. أنا مساكنة أزمول، عندي ولدي عدو عام ونص، طرا لي واحد المشكل. المشكل كنت غادا انا وصحاباتي كندورو ضاحكين ما بينا ما علينا، دخلنا من واحد الدرب لقينا هداك الدرب مسدود، دخلنا من الدرب الاخر لقينا الشوك، كنا نخرجو من تما بان بارطمات من بعيد فيهم الضوا، وكنا نخرجو الشانتي. كنتي بالليل ولا بالنهار؟ بالليل مع تسعود ونص بحال هكاك، تسعود عشرة. سمينا غاديين تلاقنا من واحد الدري، حنا نقولوا لهداك الدري خويا واش الطريق كدوز ولا لا، قال لينا تما بنات ازمور كتعرفوا واش الطريق واش كدوز ولا لا. تمينا غادي نفدنا داك الدري شويه وهما يخرجوا تسعودي الدراري شويه من الرمله وشي من الشوك، كل يوم ولا تمين وثلاثه هازين جناو صافي. وجرنا من شعرنا احنا ثلاثه الدريات وهما تسعود، وانا نقدر نقول تسعود، نقدر نقول اكثر من تسعود حتى شو مع بزاف. مشينا داونا لواحد الشوك، جرنا من شعرنا وداونا الشوك، حنا كنطلبوا فيه ماشي كنطلبوا فيه، مش نقول لك كنقول لهم الله يرحم ليكم الوالدين، طلقوا منا هادي حنا مدارين لكم والو. امي كتقول لك حنا ما عندناش الوالدين، كانوا عندنا الوالدين كاع ما نجيو ليكم، عندكم تشوفوا خواتاتكم بغيت راليه ما تراليه، كنقول حنا ما عندناش خواتاتنا. تما غاديين بينا داونا ملي داونا الشوك، اللي كيدوز عليا كيمشي لصاحبتي، كاملين من اللور من قدام صافي. وزدنا حنا سالاو هما، سالاو شبعوا منا، شبعوا منا وهما صيفطونا صيفطونا، قالوا لنا دابا سيرو ما تقولوا حتى حاجه للبوليس ولا نعاود لكم شي حاجه اخرى اكثر من هادي. ما داو لينا لا تليفونات لا حوايجنا لا حتى حاجه، هما اللي بهم باغينا يفسد الشيء اللي كاين، وناسو معانا احنا ما كنعرفو حتى واحد فيهم. اللي عرفناهم هما جوج اللي عند المخزن اللي كانوا دازو معنا في المحكمه، ودابا راه خارجين هما اللي كنعرفوهم. بعد ما مشينا خرجنا الشانطي كنجريو، تلاقينا مع البوليس غاديين في الطوموبيل، عيطوا علينا قال لنا مالكم، بقاونا كنبكيو، وقلنا لهم راه تكفسنينا واحد، خلاونا حدا واحد الناس مشاو كيجريو في الطوموبيل ما لقاوش، جاو هزونا. ملي جاو غيهزونا لقاو واحد الدري صغير غادي عامر شوك من هذوك العصابه، وقالوا مصيفطه هاي برقك دايز منش الدري، نقدر نقول لك في عمره 11 عام 12 عام 13 عام صافي. وما عيط الكوميسير جهز هذاك الدري دا في الطوموبيل، حنا ركبنا في الطوموبيل الاخرى مشى معنا الكوميسيريه، جبد جوج شي الاخر ما جبدوش، عدو شي حاجه من عائلته، شي جوج دراري من عائلته صافي. ملي خرجنا ملي مشاو جابوهم قالوا شوما هادو ولا ماشي هما، قلنا لهم راه هما هادو صافي. شتوهم تقدمنا معاهم في المحكمه، حنا ما دايرين لا التزام لا والو، هما ما عرفش كيفاش خرجوا. المخزن خد لكم حقكم ولا لا؟ المخزن قال لنا حنا الملف محلول باقي غناخذوا لكم حقكم. وانا دابا بغيت نفهم علاش هاد المخزن باغا ياخذ لي حقي، ولكن علاش جبتو لي استوارات ديالي قديمه، شي حاجه ديالي قديمه دازت عليا قديمه، فهمتي؟ بوت ولدي ولدت معاه اللي مكرفس عليا هادي الاول في حياتي الاولى، تعذبت على قبلو، درت ما عرفت شناهو على قبلو، تكرفست وكان جاي باغي يخطبني وهادي. ودابا انا ولدي عامين وانا مربيه، عامين وانا كنخرج كنيفاكي في ما كان كنجيب لولدي الحليب، كنعرف مبقى حتى ثلاثة الليل بعدا كنجيب لولدي الحليب وليكوش. انا ما كيهمنيش الشيء، اللي كان ولدي حدايا تقدر نموت معاه، اش فهمتي؟ دابا انايا ولدي قال لك البوليس ولدك جيب لنا جوج تصاور ديالو وغادي نديوه غنديو داكشي التصاور للوكيل
وانا خايفه من الوكيل يدي لي ولدي، حيت انا ولدي عامين وانا مربيه، يدي لي ولدي نقدر انا نقشر راسي نقدر. واش حنا في قصه يعني بيناتنا حنا دراري مكرفسين علينا وهما باغين يديو لي ولدي. انا ما يمكنش هذا الشيء يديو لي ولدي، انا راه نقشر راسي. علاش انا راه مكرفسه، خاصهم هما يشوفوا من حالي. انا راه ضاعت مني حياتي، مابقاش عندي حتى حاجه. 13 عام هادشي راه شحال لي. 13 عام حملتي وكلشي؟ حملت وضربت راسي بزاف الحوايج طراو ليا، وانا ما ديكلاريش ما والو، ما كنقولش لا هادشي للناس ولا كنمشي نقول هادشي شي واحد ولا لا، بالعكس انا هادشي خازنه في قلبي فهمتي. ولكن هما باش غيديو ليا ولدي، انا ولدي ما يمكنش ليا ما يديو ليا، ماقدرش ندير شي حاجه في راسي. تكرفسوا عليا ياخذ ليا حقي من هادو. جبد الهضره لبوش ولدي، جبد الهضره ليا، جبد الهضره لولدي. ولدي خارج من هادشي، ولدي خارج من هادشي، خاصو يشوفوني انا كي دايره. انا عندي مرشد للاغتصاب، قال لك الوكيل غيقدر، قال لك الوكيل غيدو يعاود لنا القصه من الاول باش يجمعنا. انا ما فهمت والو، قال لك باش يجمع انا وباش ولدي ولا ما عرفش. باش ولدي اصلا ما يبقاش يقبل عليا، باقي غيسمع هاد الهضره، باقي غيقول لي نتزوج بيك. راه ما عمره غيتزوج بيا، واش فهمتي؟ ما عمره غيتزوج بيا، ما عمره غياخذني انا. صافي حقت على حياتي، باقي غياخذ فيا. ما عندوش اصلا، هو ما غياخذ مني انا، ما عنده حتى حاجه. الناس زادوا ماشي ضيعوا لي حياتي، حقدوني في راسي، نقدر نادي راسي، نقدر نقشر راسي بلا ما نشعر انا هاد الناس اداوني بزاف، وانا باغا حقي من هاد الناس. حيت انا ما خدتش حقي من هاد الناس نقدر ندير شي حاجه في راسي. علاش ولدي؟ انا اصلا ولدي كنموت عليا، ما كاينش اللي غيدي لي ولدي. هذا اللي غيجي يدي لي ولدي غنموت معاه، كاين باغا باش يديو لي ولدي. حيت اش مربيه ولدي، راه كبرتو ليا امي وكبرتو انا، وكلشي كيصرف على ولدي، دارنا كاملين كاع. حتى الناس في الدرب، حتى الناس، راه الناس في الدرب يجيو يسولهم، ولا كل يوم غيقول لهم واش مهاليا انا في ولدي ولا ما مهالياش في. انا حتى واحد مبقى اللي كندوز من حداه كيبقى يشوف فيا، انا كنزيد نتاثر في قلبي. اللي كندوز من حداه كيقدر يقول لي هاري باق، يقدر يقول لي مسخه، يقدر يقول لي مجرد لها. انا يما هادشي ما داخلش ليا لقلبي، انا هادشي نقدر ندير شي حاجه في راسي. الحمد لله هادشي راه بزاف هزوا بيا، عرفوا واش طاري ليا. شوفوني انا حالتي مالها، انا غلطت في هاد الكلمه، قلت واحد الكلمه، قلت بلي انا مشى ليا داك اللي كنت كنترزق به الله وهاد الصحافه. تما زادوا كملوا عليا باش هاد الصحافه، اصلا خاصة الصحافه يحيدوا ليا هذيك الكلمه اللي قلتها. واش الاخر يديروا؟ انا ماشي قلت ليهم، انا ماشي قلت ليهم ما ديروش هاد الشيء، انا قلت ليهم ديروه، قلت ليهم مرحبا بكم، مرحبت بهم، وياخذوا مني الاستقرار ديالهم واللي بغاو ياخذوها. ولكن انا ديك الكلمه غلطت فيها، تقدروا نتوما تحيدوا، ولكن هما ما حيدوهاش. هاد الكلمه غلطت فيها، وهاد الكلمه زادت اثرت عليا مع الناس اللي كيشوفني تيقول لي مشى الرزق لك ترزقي به الله. انا ضعت، بقى عندي حتى حاجه، بقى عندي والو، نقدر نقتل راسي، نقدر ندير اي حاجه في راسي. هاد الناس ضيعوني، كاين انا دابا صابر على جال قبل عائلتي، كلشي كيصبر فيه، كلشي كيقول لي صافي ما ديريش ما ديريش. انا البارح اصلا كنت غنشرب السم، كون ما قلبتنيش اختي كاع، كون راني دابا انا ميسه ولا في شي واد المليوحه ولا في شي بحر، كون ما حيدتش لي العائله البعيده. انا ما عنديش عائله بعيده، عندي غير هادو مع عائلتي اللي عايشين في الدار كاملين، عايشين غير في درب واحد. حنا عائله بزاف، عائله كبيره فهمتي، ودار الوراثه و هادشي اللي كاين. كاين انا اللي كنطلب، انا بغيت نتشافى من التحت، انا ما بغيتش بنادم يبقى يضحك علي، انا ما بغيتش بنادم يبقى يتشفى فيا. انا حتى واحد ما كيوكلني، حتى واحد ما كيشربني، نشرب راسي وكون وكل راسي. انا ما بغيت حتى واحد في هاد الناس يبقاو يتشفاو فيا. انا اللي كنطلب مع الله نتشافى وما نبقاش بحال هكا. اخويا ربي واخا تشوفني هكايا كنمشي وكنتحرك وكندور، وخا هكاك راه عائلتي اللي كيخرجوني. انا راه كل يوم من التحت راه بحالك كنبول، بحال انا راه راسي مبقيتش كنحمل برك حدا شي دري ولا برك حدا شي دري. كنشوف هاديك الريحه اللي كتهبط مني، راه متوعد ميشم، حاسك كندخل للطواليت باغا كنبكي عادي باش كنهبط هاداك الشي.
صافي هادشي اللي كاين. انا صافي، انا كنطلب من الناس اللي كيتشفوا فيا الله ياخذ فيهم الحق، وانا ما كنطلب من حتى واحد يعطيني شي حاجه. صافي اخويا هادشي اللي كاين، وانا قلت لكم لا هما خايفين، خايفين من الدراري. انا ما علاش غنخاف، ما عنديش علاش غنخاف، حيت جدا راه حقي من حقي ناخذو منه. انا ضعت في حياتي، الدريات واخا هكاك راه عادي عندهم كيما كي وكيتقادو كيخرجو يدورو في الزنقه بحال ما كاين حتى حاجه. وملي كيعيطوا لي البوليس مره كيمشي ومره ما كيمشيوش، اما انا راه كل نهار عند البوليس، فين ما كيجيو عندك كيلقاوني كاينه، فين ما كيديوني كيلقاوني حداهم. يعني انا واقفه على راسي، وكنجي على صحاباتي ماشي ما كنجيش عليهم، حيت صحابات راه طايم دم واحد، ولكن هما ما مسكينيش وما باغينش يعاونوني. وكيف نعاونهم حتى انا وما باغينش هذا الشيء يدبروا راسهم، انا ما عندي ما نقول لهم، حياتهم هذيك ويديروا اللي بغاو. انا كنطلب من المسؤولين اي امراه اي راجل اللي بغاني اللي بغى يعاونني مرحبا، حيت انا راه ما كنكذبش عليكم، هادشي كنقوله من قلبي، وهادشي طاري لي بصح. ماشي غنقول لك انا ما بينتش وجهي ولا بينت وجهي، كنقول هادشي ما كيطراش ليا، هادشي طاري ليا بصح، ولكن انا ما كنبين حتى واحد، انا ما كنقول حتى واحد راه طاري ليا وطاري ليا. وانا كنطلب من الناس يعاونوني، حيت انا ما بغيتش نبقى هكاكم، وبغيت حتى واحد يبقى يضحك عليا، بغيت حتى واحد انا يبقى يضحك عليا. صافي الوالدين، وكنشكر هذا اللي جاي عاونني، وهاد الناس اللي وقفوا معايا، كنشكر كاع الناس، كنرحم ليهم والديهم، وشكرا، الله يجازيكم بخير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.